بعد عتمة لسنوات أضاء رمضان مدينة طرابلس هذا العام. القصة بدأت باقتراح، والغيرة دفعت كل متمكن لإضاءة شارع. رجعت الحياة لشوارع طرابلس، رجع الضوء تينور بشهر رمضان، ورجعوا الناس يزينوا الساحات. لما انزل على طرابلس وشوف هالأضوية كتير بنبسط، يعني هون بتحسي بلهجة رمضان، وهوني هل تمشاية بأبو سمرة عنا إياها بالدنيا؟ السنة يعني مثل ما قلتي غير عن كل السنين اللي عم تكون قبل، خاصة بالأزمة اللي كنا مارقين فيها. هلأ الشباب هون يعني مثل ما شايفي مبين أنه عم يجربوا يعملوا جو بالمنطقة، إضاءة، شوي يحيوا أجواء رمضان. بس كيف تضوت طرابلس بعد سنوات من العتمة؟ نحن كنا عم نقول لازم نعمل شيء لمنطقتنا على القليلة، لمحلاتنا، لطرابلس، ونخلي غيرنا ينحسد منا ويضوي الشوارع الباقية. أكيد جبنا من المحلات، لمينا شوي من المحلات، ساهمنا نحن شخصي مني ومنه، وإن شاء الله الاشتراك لومبايت والدويرة باقية للصيفية وبعد الصيفية إن شاء الله. هالمبادرة يلي طلعت من قلب حي وبين أصحاب المحلات عديت الشوارع التانية البعيدة والقريبة، وصاروا بعض أصحاب المولدات يقدموا خدماتهم مجاناً كرمال أهل منطقتهم. هلا صار كل حدا بغرم التيني، يعني أنا ضويت شارعي صار التيني بيضوي شارع. أكيد بتقدمة الكهرباء من تبعوا الاشتراكات، عرفتي كيف؟ صارت كيف بدي أقول لك غيرة. هلا نحن عنا اشتراك مولد هون، ساعدناهم وركبناها وحاولنا قد ما فينا نضوي شوي منا، عرفتي كيف؟ تعاوننا كلياتنا مع المحلات وهيك. مشهد تكاتف أهل طرابلس منه غريب، وأوقات الغيرة على أهل المنطقة بتوصل لمطرح حلو، مثل ما صار بعاصمة الشمال مدينة نور وفرح وأمل. فهل ممكن تغار منا المناطق التانية؟ وإن شاء الله الكل يعمل هيك لتضل مدينة طرابلس مضوية.